لقد رأيتها أول أنا من يقرر إنها لي سوف يأخذ كل شيء هذه الأمراض ماذا أصابك؟ اذهب اذهب في إثره لا
لما تضحك على هذه الدنيا. بورك لك النصر أيها القائد. من دون تهاني أو تبريكات، فالخليفة المعظم حزين على مقتل أخيه. Thank you.
انظروا، انظروا إلى رأس أخي. يا أعيان وكبار رجال بني العباس، ألقوا عليه النظرة الوداعية الأخيرة، وليبقى في ذاكرتكم إلى الأبد. انظروا أي مصيبة قد حلت بنا الآن. ولكن لماذا تبكين؟ أنا أبكي على مصيبة أبي. ألا ترين كيف أنه يبكي بحرقة حزنا على فراق أخيه؟ لكن إن هو لم يقتل لكنا الآن يا ابنتي أنا وأنت نبكي حزنا على فراق الزوج والأب، هذا أكيد. معها حق يا خاتون، إنها سياسة أي حكومة، وهي إما أن تقتل وإما أن تقتل، وليس من سبيل آخر. أيها الأمير، ثمة ألم يعتمر قلبي لا أستطيع كتمانه وعلي لفظه. إنما ترون لم يكن واجبا للفتح ولا لطرد الحاكم الطاغي، فبغداد كانت في حصار جيش الأمير المعظم، وجيش العدو كان فقد كل مقومات المواجهة. الأمين كان يطلب الأمان وطاهر كان يرفض، أنا كنت أصر وطاهر يتهرب. جلسنا مرارا للتفاوض لكننا خرجنا من دون نتيجة. أيها الأمير، كان الفتح ميسرا من دون الحاجة إلى سفك دم الأمين، وكانت بغداد ستفتح من دون قتل الخليفة محمد الأمين، وما حققناه كان حتما سيتحقق، سيتحقق من دون أن يحزن أخ على فراق أخيه. أيها الأمير، هذا هو رأس أخيك، انظر. في الواقع جئت حاملا شكوى من الأمير وخليفة الزمان. إن الإمارة حق لك كأخ له، والخلافة هي حق آخر. حق الخلافة تحقق وبغداد قد وقعت في قبضة جيشك، أما حق الأخوة فقد ضاع من دون أي حجة. أجل لقد ضاع. هذه شكواي أيها الأمير. أيها الأخ الحزين، طالب نفسك كخليفة للمسلمين بحق الأخوة، وطالب قتلة أخيك بدمائه. هذا هو رأس محمد الأمين الخليفة المعزول الناكث للعهد، الذي لم يراعي حرمة القرآن ورسول الله، وليس رأس أخيك. إن هذا الرأس رأس رجل أراق دماء الكثير من الأبرياء، إنه رأس رجل قد عاث في الأرض فسادا وظلما، وفتك بأرواح الكثير من المؤمنين الصالحين الأوفياء الذين كانوا يحولون بينه وبين الخلافة التي هي من حقكم أيها الأمير. وإنني الآن أعلن بقلب حزين لكنه مفعم بالحب والولاء والوفاء والطاعة والاحترام للأمير المفدى، أن كل ما قمنا به نابع من حبنا ووفائنا لك. إن كانت خدمة فاعتبرها خدمة، أما إن كانت خيانة وذنبا فاعتبرها يا مولاي أنت كذلك، ومن دون أي شك إن أي تصميم تتخذه هو عين الصواب. طاهر وهرثمة كلاهما من أعز قادتنا، وليس هناك أدنى شك في وفائهما لنا. كان لديهما مهمة مشتركة وهدف واحد، كلاهما غامرا بحياتهما واستخدما السيف لمصلحة المسلمين. من أين نبع هذا الخلاف بينهما؟ مني أنا
أنا من طلب استجواب هذين القائدين العزيزين. أنا أخو الأمين خليفتكم. إنهما يجسدان حالتين تتصارعان في داخلي. طاهر كان يرغب في فتح بغداد وقتل الأمين لإخماد الفتنة وإعطاء درس للآخرين، كي لا يجرؤ أي أحد مهما كان منصبه ومقامه على ارتكاب ما يخالف مصلحة المسلمين. أليس كذلك؟ صحيح كلامك أيها الأمير. وهرثم كان يرغب في فتح بغداد، لكنه كان يريد الحفاظ على دم الأمين لأنه أخي، ومراعاة حرمة أسرة الخلافة التي هي في الحقيقة حرمة كل المسلمين. أليس كذلك؟ وهو كذلك يا أمير. إذن طاهر وهرثم قالا كل ما كنت أشعر به في داخلي، وأنا أسأل نفسي، هل كان قتل الأمين واجبا؟ هل كان واجبا؟ أجل، لقد كان واجبا. لا، لم يكن واجبا، لم يكن واجبا، لأن فتح بغداد والنصر كانا ميسرين. وكان واجبا لأن لا شيء يضمن عدم قيام آخر من سلالتي بحمل اللواء الطغيان. الحقيقة هي أن عبد الله المأمون قد اجتمعت فيه أفكار طاهر وهرثمة. إنه مزيج من اللين والحزم معا. إن واجهتم الخليفة المأمون لن تجدوا ألطف منه، وإن أردتم مني شيئا لن تروا أكرم مني، وإن ارتكبتم أي ظلم بحقي لن تجدوا من هو أكثر مني صبرا وتحملا. إن ارتكب أحدكم مهما كان منصبه عملا يتناقض مع مصلحة كل المسلمين، أقسم إنني سأفعل ما فعله طاهر. طوفوا به، طوفوا برأس أخي، ودعوا أعيان ورجال الدولة العباسية يتفرجون عليه ليعرفوا من الذي هوى أرضا. هذا الرأس الذي هو أمامكم الآن هو رأس أخي. ترى هل هناك شخص أعز من الأخ؟ هل هناك في الدنيا من هو أقرب إلى الأخ من أخيه؟ طوفوا به ليرى الجميع رأس أخي، وليكونوا على يقين تام أن ليس على وجه الأرض من هو أقصى من المأمون. طوفوا به، طوفوا به ليعلم الجميع إلى أي مدى يهتم المأمون بمصلحة المسلمين. طوفوا به ليرى الجميع الوجه الآخر للمأمون الذي لا يعرف الرحمة كخليفة حتى بحق أقرب الناس إليه، بحق أخيه. هنا أتحمس وفي خلوة أبكي، وهنا أثني على طاهر، وفي خلوة أثني على هرثمة. إنه قدري أن يكون ظفري في هذه الحرب مجبولا بدم أخي. إنها مشيئة القدر. ليلة توفي الهادي تسنم هارون العرش وكانت ولادتي أنا. خليفة رحل وخليفة اعتلى العرش وخليفة ولد. قدري أن يكون مصيري مؤلما حتى قبل أن أولد. عين تذرف الدمع كأخ، والأخرى تتطلع إلى نصر المسلمين كخليفة. والآن سأختلي بنفسي وأجلس لأبكي ساعات وأياما على فقد أخي. المدينة، لقد فتحت بغداد واحترقت بنيران غضب جيش الإسلام، وقد قتل الأمين الخليفة المعزول والناكث للعهد، وهلك أنصاره، ولقي مستشاروه وقواده جزاء أعمالهم وممارساتهم. أنا إبراهيم بن يوسف بصفة الحاكم الجديد للمدينة أبلغكم سلام وتحيات خليفة المسلمين المعظم عبد الله المأمون ووزيره الأعظم فضل بن سهل، وأعلن أن المدينة هذه البلاد المقدسة
ستنعم من الآن وصاعدا بالأمن والاستقرار. سوف لن أسمح لأحد بالتعدي على حقوقكم، أنتم خدام قبر الرسول. وتأكيدا على كلامي، لقد جئت بهذا الفاسق الفاجر الذي تسلط بأمر من الجائر فضل بن ربيع على أعراض وأرواح الناس. جئت به مكبلا إليكم لنستمع لكل من له شكوى ضده ولكل شاهد، كي ننزل به ما يستحقه من عقاب جراء ما اقترفه. تكلموا، قولوا ما عندكم. أليس لدى أحدكم أي شكوى ضد هذا الرجل أمامكم؟ ألم يرتكب ظلما بحق أحدكم؟ ماذا؟ ألم تقولوا عنه شيئا؟ على ما تضحك أنت؟ لأنني تذكرت ذلك اليوم الذي دخلت فيه هذه المدينة مثلك مرفوع الرأس غارقا في نشوة النصر والغرور، وألقيت خطابا مشابها، ولكن لم تمضي فترة حتى تأسفت على أحوالي، وأدركت حينها أنني جعلت من نفسي أضحوكة بيد هذه الجماعة، وأنهم استغلوني لتنفيذ مآربهم الخاصة. اقتربوا، هيا تكلموا، وجهوا إلي الاتهام واحصلوا على ما لكم من حق. ألا تسمعون ما يقوله حاكم المدينة الجديد؟ أترى أيها الحاكم، أترى دائما صامتون، وليس غير الصمت، ليس لهم إلا هذا الجواب الوحيد. في الحقيقة لا فرق بيني وبينك بالنسبة إليهم أيها الحاكم، تماما كما هو الحال بين الأمين والمأمون. حكومة هذه المدينة لم تكن مع الأمين ولا مع المأمون أيضا. هل أغلقت فمك أيها الباس؟ إغلاق فمي أمر بغاية البساطة، ولكن إن استطعت افتح أفواه هؤلاء. يا أيها الشعب، بحكم الخليفة أتولى شخصيا مسند القضاء، وأنا في هذه القضية أتنازل عن حقي إليكم. تكلموا، ماذا أفعل به؟ القضاء في هذه المدينة ليس بيدي ولا بيدك. إن من يتقدم منكم ليتكلم سأوفيه مدة عام من دفع أي خراج للحكومة، وهذا وعد مني. ليس هناك من خراج كي تقبضه أو تعفي عنه أيضا، فهم يتهربون بألف حجة. في المقابل يأخذون وبكل طيب خاطر خمسهم وزكاتهم إلى باب داره. يا أهل هذه المدينة، ردوا على هذيان هذا الرجل الأحمق وأكدوا له أنكم تعترفون بالحق والعدالة. يعترفون فقط بأبي الحسن ويأخذون كلامه حجة عليهم. مهلا أنتم، عودوا. أين تذهبون؟ هذا العصيان سيكلفكم غاليا. ولكن إلى متى سنبقى هكذا؟ كل حاكم يناقض أعمال من سبقه ويطلب منا أن نؤيده. اسمع يا هشام، لكل زمان دولة ورجال. لقد ذقت قبلنا جميعا طعم الهزيمة. أنت مخطئ جدا، فالذي عينني في هذا المنصب هو فضل بن سهل، ذكاؤه وسياسته يزيحان كل عقبة عن الطريق من أمامي. لست واثقا أيها الحاكم. أما أنا فواثق. ما الأمر يا فضل؟ من هم هؤلاء؟ إنهم شهود فروا من الممالك الخاضعة لحكمك ولجأوا هاربين إلى مرو يا مولاي،
الأنباء التي يحملونها إليك تبحث على القلق الشديد. جئت بهم إليك لنستمع إليهم سويا وكي نتخذ القرار العاجل والمناسب. هذا الرجل قدم من الكوفة. ابن طبطبا قد مات، وسري بن منصور المعروف بأبي سرايا حل مكانه، وقيل إن ابن طبطبا قد سممه الأخير. لقد فرض سلطته على الكوفة وأطرافها، وجمع لنفسه جيشا عظيما، ويزداد يوما بعد يوم قوة وقدرة. وهذا الرجل قادم من البصرة. لقد هاجم زيد بن موسى وجماعة غاضبة البصرة ليلا وفرض سيطرته عليها، وهو يظهر الكثير من الكره والعداء لبني العباس. وما إن يضع يده على أحدهم حتى يقتله على الفور. إنه أخو علي بن موسى الرضا، ومن هنا يحظى بمكانة خاصة ومميزة بين الناس. أما هذا الرجل فمن الحجاز. أعلن محمد بن جعفر المعروف بالديباج نفسه أميرا للمؤمنين، والكثير من الناس قد بايعوه، والقبائل في كل أنحاء مكة قد مدت إليه يد العون والمساعدة. إنه عم علي بن موسى الرضا، وهو يستغل هذه القرابة أيها الأمير في جذب مزيد من الناس إليه. وهذا الرجل قدم من اليمن. فرض إبراهيم بن موسى سيطرته على أنحاء المدينة، ورفع لواء الرضا من آل محمد، فهو أخو الإمام الرضا، واسمه ذائع الصيت في كل مكان يا سيدي. ويحاول أن يوحي لهم أنه موكل من قبله يا مولاي. وماذا يفعل علي بن موسى الرضا نفسه؟ إنه كما يظهر يعطي دروسا في المدينة، ويعلم الحديث والقرآن، ويوفد تلامذته إلى الأطراف والضواحي المتناثرة. أحمد الله أنه ليس طرفا في قتالنا، وإلا لما عرفنا ما سيحل بنا. أليس هناك من يسأل إخوة وأقرباء أبي الحسن الذين يتباهون به ويثيرون الفتن والقلاقل، لماذا لم يشهر سيفه حتى الآن؟ حتى هو ليس متفقا معنا أيها الأمير، وليس في حرب، حتى إنه قد اختار سبيلا آخر للمواجهة، فداره تحولت إلى دار للحكومة في المدينة، وهو يعنى أيضا بالشؤون العامة، وهذا ما سلب دار حكومتنا رونقها. فحاكم المدينة يشكو منه على الدوام. ليس مهما، المهم أنه لم يشهر سيفه عمليا ولم يقف في وجهنا. حسنا، وأنت من أين قدمت؟ من الموصل أيها الأمير. هل ثمة تمرد هناك؟ أجل مولاي. من يقوده؟ السيد أنس. من أين جئت؟ من واسط يا أمير. وأنت؟ من ناصبين يا مولاي. وأنت؟ من أذربيجان. وأنت؟ من أرمينيا. وأنت؟ من خانقين. أخرجوا فليخرج الجميع. على هذا الأساس لم يبقى لدينا أي ملك لنكون خليفة عليه. عصيان في كل مكان، غوغاء في كل مكان، كل البلاد خرجت عن سيطرتنا. الطالبيون، الموالون هم السبب، فالحرب التي يمسكون بها خادعة تماما. إن اسم علي وآله يجذب الكل إليه. إن كنت تريد الحقيقة، فأنا إن لم أكن خليفة لكنت دون شك أبارز الآن تحت لواء الطالبيين. علي اسم لا يستطيع أي إنسان أن يمر عليه مرور الكرام فقط. طبعا أنت حديث الإسلام، ولا يمكن أن يكون لهذا الاسم معنى لديك. بلى يا مولاي، له عندي معنى كبيرا، لكنني الآن في خدمة الخلافة العباسية،
وواجبي يدعوني للبحث عن مفهوم اسم العباس. إذن اشرح لي يا فاضل وأخبرني ماذا حل ببني العباس وحكومتهم. إلى الآن لا شيء، إنما حفنة من أولاد علي يثورون على أولاد العباس ليس إلا، لكنني قلق جدا من مسألة أخرى. ما المتوقع أن يحل بنا ثانية؟ لا أنفك أفكر لو أن علي بن موسى الرضا قد أطلق صيحة الحرب، ماذا سيحصل؟ هل يمكن حصول ذلك؟ لا يبدو مستبعدا إلى حد ما. لا 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 أظن، لقد اختار طريقة أخرى كي يواجهنا. وإن قام بتغيير طريقته ستصعب علينا المسألة جدا يا أمير. لا لا يغير. أنا لست مطمئنا، علينا إبعاده فورا عن المدينة بأي شكل من الأشكال. يجب أن يقيم في مكان قريب نستطيع منه مراقبة تحركاته على الدوام. أخشى إن نحن تعرضنا له أن يقع ما نحن قلقون إزاءه. أنا لم أقصد التعرض له، ونحن نطلب منه بكل محبة واحترام أن يأتي مثلا إلى مدينة مرو فقط. بأي حجة؟ لا ضرورة لحجة، خليفة الزمان يرغب باستدعاء أحد أبناء عمومته الذي يتمتع بمكانة خاصة بين المسلمين ليكون إلى جانبه ويستشيره في شؤون البلاد. لا أدري يا فاضل، لا أدري، لست مطمئنا لهذه الخطوة. مهما تكون النتيجة يا مولاي تبقى أفضل من الوضع الراهن الذي نعيشه. فمسألة علي بن موسى الرضا تشغل بالي ليلا نهارا. إنني أرى أن حالات العصيان الحاصلة ليست بهذه الخطورة أبدا. كن مطمئنا، إننا وخلال فترة قصيرة سنقمعهم الواحدة والآخر. لكن يا مولاي مسألة علي بن موسى الرضا مسألة مختلفة. إنه يتمتع بمكانة تتنامى يوما بعد يوم بين المسلمين، وإن ثار يوما من الأيام وشهر سيفه بوجهنا بشكل رسمي وعلني فسنكون أمام حرب جديدة من العيار الثقيل لست واثقا تماما من نتيجتها أيها الأمير. آذر دخت، آذر دخت، لا يلزم، اذهبوا اذهبوا، ضعوها هناك. تعالي. ما الذي حصل؟ لقد وافق المأمون على مجيء علي بن موسى الرضا إلى مرو. أتعلمين ماذا يعني ذلك لي؟ لا. المأمون أيضا لم يفهمني، إنه ذكي، ولكنني استطعت أن أمرر هدفي بشكل مبطن من خلال التلاعب بالكلمات. لقد أخفته بالفعل، أخبرته أن الخطر الذي يتهدد خلافته هو علي بن موسى الرضا. قلت له يجب أن نأتي به إلى مرو لنراقب جميع أعماله وتحركاته. ازداد قلقه، لم يكن ليوافق. لو كنت ارتكبت خطأ صغيرا لكان أدرك نواياي وكان استطاع أن يتنبأ بما يدور في رأسي بالخطب. إنه ذكي، أذكى مما يتصوره أي إنسان.
لكنه لم يستطع. كان قلقه شديدا ما أوقف نشاط عقله، ولم يطرق قلبه أدنى شك اتجاهي. والآن يا آثردخت، ماذا تفهمين من كلامي؟ هل تعرفين علي بن موسى الرضا؟ لقد سمعت عنه الكثير. مجيئه إلى مرو، ماذا يعني ذلك؟ لأنني أعرف نواياك جيدا، لن تصعب علي الإجابة كثيرا. هذا صحيح، أنت تعرفين جيدا ما أضمره في رأسي، أن تنقل القدرة من المأمون إلى علي بن موسى الرضا. ومن علي بن موسى الرضا إلى آل سهل. إنه الهدف الذي كان البرامكة يصبون إليه، ولم يستطيع أن يقوم بتحقيقه يوما. ما الذي يجري؟ ماذا حصل؟ ماذا هناك؟ لا أدري طبعا. ماذا تنتظران؟ افتح الباب هيا. فاضل،